عليكم ورحمة الله وبركاته. الحواسة سلطة سمعاء، تضحكون تو على من بالضبط؟ شايفين الناس اطفال؟ قلنا لكم هذه قدها قضية رأي عام، لا عاد تقدروا تلفوا تدوروا فيها ولا عاد تقدروا انكم تغطوها. طالعين اليوم باعترافات ما لها اي معنى. ايش الاعترافات؟ طلعوا يعترفوا انهم قتلوا وانهم عذبوا، ما قد شفنا في الفيديوهات، الفيديوهات واضحة حق التعذيب اكثر من كلامهم. الذي حتى كلامهم نزلتوه مقطع، الفيديوهات واضحة. وعاد في اكبر واحد فيهم الذي عمره 37 سنه والذي هو اكبرهم واعقلهم والذي هو العقل المدبر مش موجود، ورغم انكم قلتوا انكم اعتقلتوا جميع الذي كانوا ظاهرين في فيديو التعذيب، واليوم ما طلعش نهائيا ولا بان، طلعتوا لي البقيه يعترفوا. يا جماعه الخير ما ننسى هذه الاعترافات، هذا قده واضح في الفيديوهات الذي قالوا اليوم، هي واضحة في الفيديوهات. احنا نشيل اعترافات، اعترافات الخلية تبعهم، اعترافات الجرائم الاخرى الذي ارتكبوها، الجرائم الاخرى الذي ارتكبوها يعترفوا بكل شيء. ما يجيش يعترف لي بحاجة قد شفناها. ايش الذي، ايش الجديد يعني في الاعترافات او في فيديو الاعترافات الذي نزلتوه اليوم؟ ايش الجديد الذي وريتونا اياه؟ ما فيش، غير انكم عادكم اخفيتوا واحد. اولا تقولوا قبضتوا عليهم كامل، واليوم لا قده وقت الصدق، ما طلعش في الفيديو ورجعتوا وقلتوا انه عاد هارب. طب ما تكلمتوا من البدايه انه هارب؟ له اسبوعين هارب. القضيه من تاريخ 26/8، من تاريخ 26/8 وانتوا كنتوا مكتمين على القضيه ولا كان حد ما يعرف، لولا ان واحد قام نشر الفيديوهات. واذا كان ما هذا الشخص ما نشرش الفيديوهات هذه، صدقوني انكم كنتوا بزايد ناقص ما تخرجوهم، ما تضغطوا على اهل الضحيه اهل عبد الله انهم يعفوا، لكن ربنا فضحكم. والان ما زلتم عادكم تحاولوا انكم تلعبوا وتحاولوا انكم تلفوا وتدوروا. مطلب الشعب القصاص منهم كامل، وقبل القصاص يعني كشف الخليه هذه كامل، ومن يقف وراءهم ومن يمولهم. مش بس هذول الذي عذبوا عبد الله بس الذي يعدموا، لا، الذي خلفهم كمان، والذي اشك ان خلفهم كمان قيادات حوثيه، ما دام انكم تحاولوا انكم تغطوا. هذه اصبحت قضيه رائعه.